قد تم تسجيل حضور ملموس لفئة الشباب برسم مختلف الدوائر، حيث بلغت نسبة المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة حوالي 10%. أما النساء المترشحات فقد بلغت نسبتهن حوالي 6%. أما الحملة الانتخابية فقد أجريت في أجواء عادية طبعتها غالبا المنافسة الشريفة، باستثناء من طبيعة الحال بعض الحالات المعزولة التي لم تؤثر على الجو العام للحملة. حضرات السيدات والسادة، قبل تقديم النتائج يتعين الإشارة إلى أن نسبة المشاركة المسجلة هي حوالي 43% مقابل حوالي 40% خلال آخر انتخابات مهنية أجريت سنة 2009، أي بزيادة تقريبا 8%، 3 نقاط، ولكن هي في 8% على بالنسبة 40%. أما على مستوى النتائج الجزئية المؤقتة، وهذه أول مرة كنعطيو النتائج بعد فحص فقط 90% من الدوائر الانتخابية من المصوتين، فيمكن تقديمها كما يلي: حزب الأصالة والمعاصرة 354 مقعدا بنسبة 18.13%، حزب الاستقلال 322 مقعدا بنسبة 16.49%، حزب التجمع الوطني الأحرار 286 مقعدا بنسبة 14.64%، المستقلون 242 مقعدا بنسبة 12.39%، حزب الحركة الشعبية 181 مقعدا بنسبة 9.27%، حزب العدالة والتنمية 172 مقعدا بنسبة 8.81%، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 147 مقعدا بنسبة 7.53%، حزب التقدم والاشتراكية 100 مقعد بنسبة 5.12%، حزب الاتحاد الدستوري 97 مقعدا بنسبة 4.97%. أما باقي الأحزاب السياسية أي 21 حزب فنسبتها 2.38%، أي 52 مقعد.